الخطأ الثاني اللي كنوقعوا فيه، لان احيانا انا حتى كندوي هاد النقاشات احيانا كتكون بعد النتائج عاديه وكيتم النفخ فيها، وكنتخيلوا اننا نقطعنا الواد ونشفروا رجلينا وحنا ما درنا حتى شي حاجه، يلاه بادين. هل اشهد النتائج؟ نتائج مثلا منتخب ديال الفتيان مشى لكاس افريقيا الامم، هذا راه الشيء اللي خصو يكون العادي هو ان يعني المستمعين ديالنا بالنسبه لا سيليكسيون ديال يو 17 اللي كنا تاهلنا فيها مثلا، هذا راه كنعتبروه العادي. العادي هو ان المنتخب المغربي في جميع فئاته من اليو 15 الى المنتخب الاول اننا نكونوا حاضرين في المنافسات، واقل ما يمكن نكونوا حاضرين فيه هو المربع الذهبي، لان واش غتقاس انت بامكانيات ديال دول اخرى ما عندها والو. لا علاش علاش يمكن تعتبرت هذا التاهل لاكان او 17 ان اكسبلو؟ حقاش ما عمرنا مشينا ليه؟ المره الوحيده اللي شاركنا فيها في لاكان ديال هاد لاكاتيغوري هذيك كنا حنا اللي منظمين لاكو. ايه نظمنا، ولكن علاش كنا مأهلين اوتوماتيك؟ بطبيعه الحال نظمنا، ما كاينش اشكال نظموا، نظمنا وتاهلنا ومشينا للدور الثاني في كاس العالم. وي. وكان ممكن نمشيو ابعد، راه منتخب الشبان في عهد ديال الجامعه ديال الجنرال حسني فتي ما مشى لنفس النهائي ديال كاس العالم. وي. ومع فتحي جمال ولعب ضد السنغال ديال كاس افريقيا مع المنتخب ديال فتحي جمال، المنتخب مع ديال الطوسي ايضا 97 مشى لكاس العالم في ماليزيا ضد كاس افريقيا في المغرب، وراه اللاعبين كانوا من المغرب والمغربي تكون، والتجربه ديال العامين اللي كنتي تذكر هي اللي عطاتنا السفري وعطاتنا بوريساي وعطاتنا جرموني وعطاتنا، فحنا ما كنحتاجوش نجيبوا نماذج من اوروبا اصلا، عندنا واحد التجارب دازت حاولوا نكرروها بطريقه اخرى ونخدموا بصح، خدموا في العمق، نقصوا شويه الهضره ونخدموا، لان هذه البلاد راه خاصها الخدمه، خاصها الهضره. شكون اللي كيمنعنا دابا؟ دابا بشهاده الجميع عندنا عندنا سونتر معموره ديال الطوب. شكون اللي كيمنعنا ان احنا كل سيمانه نعيطوا لواحد 30 ولا 40 ويتدربوا من الاثنين للجمعه ونطلقوهم لي كلوب ديالهم؟ على اش فين هو المانع؟ كاين بزاف، لا كاين ما عندنا درتي سبوغيتي، لا باش نفهم على النقطة، كاين بزاف الحلول، كاين بزاف ديال الحلول، دونك نحاولوا نلقاو حل من هذه الحلول، راه بحال هكا باش نزيدوا لقدام، حنا مازال سي با بوسيبل. سير روح لي اسمح لي على قضية ما يقراوش، سير روح لي بالنسبة لي في المعمورة، المعمورة في الرباط، كنظن المدارس كاين كل قنت، إذا بغيتي تلقى الحل راه تلقى الحل. لا بلاتي بلاتي. إذا بغيتي تلقى الحل لا لا خاص منهجية ليا كبيرة. اسمحوا لي اسمحوا لي اسمحوا لي، حنا مازال غادي نكملوا غادي نهضروا على هذه النقطه هذه، لحقاش خصنا نتكلموا، لحقاش خص يكون كلشي مندمج في هذه المنظومه هذه، الا بغينا نزيدوا بلي كاتيغوري جان ويتي اللي باغي يقول روح لي تي كما نهضروا عليه، وكي سمحتوا وي غادي ندوزوا غادي نشربوا قهوه باش ملي دويت على دويت على معموره وعلى راهي افريقيا ودايرين راه بزاف دايرين، الا بغينا نديروا شي حاجه راه نديروا لها لوجيستيك سهله، يديروا معايا اون اكاديمي ويجيو لي ويجيو لهم الاساتذه تما ولا شي حاجه بحال هكا اللي فار دايرينها راه في الرباط راه المبادره ديال بعض الانديه. ولا شوف انا متفق معاك، ملي كديرها ملي كديرها نادي تقدر ديرها لا فيدراسيون، شوف ماشي مشكل ديرها مبادره ديال راه دارتها دابا لا فيدراسيون على مستوى اقل من 20 سنه في بنات، راه ديرها في بنات، ولكن باش دير هذا اللوجيستيك كله راه خاصك استراتيجي ديال الدوله. وي ماشي دابا حيت الفتح ولا الجيش عندهم امكانيات، وبعض المرات نقولها بصراحه يدهم طويله كيديروا بعض الاشياء، ولكن كاين انديه اغلبيه الانديه الاخرى ما عندهمش هذه الامكانيات. كندويو على لا فيدراسيون، لا فيدراسيون علاش ما نديروش مثلا شراكات مع النيابات العامه وهادشي كامل؟ هادشي خاص اكاديمي مع لي زاكاديمي. هادشي شوف خاصك تغير لومبلو الطوب. النيابه التعليميه عفوا، النيابه العامه. اسمح لي النيابه التعليميه، شغل النيابه العامه. زاكاديمي. سلام يا ربي. الا بغيت تغير هاد المنظومه ديال التعليم راه خاصك تكون شراكات استراتيجيه اللي فيها الدوله. مثلا شنو تقول هاد النيابه بوحدها ديري التوقيت بوحدك على حساب هاد الفرقه. ميمكنش نروح لي حنا قلنا الفكره بيان سور الناس اللي متخصصين في هذه المسائل غيعرفوا كيفاش هو يديروا باش نجيو نديروا المشكل تدخل على هذه النقطه هذه بالذات لان انا كان عندي دور فيها في بالنسبه انا ناخذ على مستوى فريق الرجاء. يعني كنظن بان راه من السهل خاصها تكون لا بون فولونتي، لان علاش انا نعطيك انا كفريق الرجاء مش بان الناس ما عندوش لا بون فولونتي نو خاصها تكون خاص الانسان يقلب اسمح لي انا بالنسبه لي التكوين دابا بالنسبه للتدريس دو كورسيغ سكولير ديال الوليدات انا نعطيك اول حاجه بالنسبه كاين الفروق اللي ما ياخذوش بزاف باغ اكزومبل ما ياخذش 40 واحد لا فورماسيون ولا 50 ناخذوا 10 10 10 لي كاتيغوري وهاد لي كاتيغوري غنغلبوا عليهم باغ اكزومبل لو لوكا ديال الرجاء كنتعمل مع اينيكول اللي ما غادي نسميها جاي دارت اون كونفونسيون اللي ما كتخلص فيها حتى شي حاجه بالنسبه لدوك الوليدات لو كورسيغ سكولير ديالهم غيتخاد باش اون كونتر بارتي كتعطيهم لي زانفراستركتور ديالك ليكول كيجيو تا هما يتدربوا كتعطيهم مؤطرين اللي كيخدموا معاهم هنايا انت غانيون
راه خاص غير افكار موجوده ولكن خاص لا بون فولونتي. سي حق انا اتفق معك في واحد السياق اخر هو انطلقنا من النتائج ديالنا اللي درنا في العاب افريقيا. هذا الشيء خاص يكون استراتيجي ديال الدوله يكون اختيارات كبرى والمنظومه كلها تدخل فيها. صحيح الراجا عندها شخصيه اللي تقدر دير القضيه، اغلبيه الفرق ما عندهمش. وغنبدا نديروا التكوين درناه في الرجاء، واش الرجاء بوحدها غتقود هذه القافله ولا جوج؟ انا قلت لك انا عطيت كمثال بالنسبه للفرق اخرى علاش ما يحدوش نفس الحاجه. راه ما كنخسرش انا وياك، راه كنقولوا نفس الحاجه. غير انا كنقول دابا غادي نتسناو حتى الدوله دير لنا واحد السياسه معينه. اسمح لي نبداو بعدا من الفروق. راه الاشياء اللي كنقول انا خاصها الدوله دير هذا الشيء. راه كنقول لك واحد القضيه، انا التكوين دابا اللي كدير الجامعه الوقت اللي كانت خذوا قرارات يعني ما فهمتهاش نهائيا. وقفتي مولاي رشيد، وقتي تنويه الريدين في عين السبع، وسديتي هذا الشيء في التكوين. معقول ما فهمتش شكون اللي خدا هذه القرارات؟ كياخذوا قرارات اللي كتهرج الجيل والاجيال ومتحجمه بلا محاسبه بلا مراقبه. خاص هذه كنقول بان هذه الحصيله ديال الالعاب الافريقيه اللي كانت راه خاصنا نوقفوا وخاصنا نشدوا في روسنا. كيفاش النتائج ديالنا كيفاش كانت؟ اما امام دول شاركت فئات صغرى ديالها توجد المستقبل، حنا شاركنا في احسن ما عندنا وما درنا والو. فهنا خاص يكون وباقي لنا عام على لي جوز اولمبيك. لا سي فري لا غيزون اللي كنشوفوا مصر واللي ما كنشوفوا اللي خدوا اللي خدوا اتجاه كيوجدوا سا سي اون استراتيجي. هذه استراتيجي ديال الدوله اللي خاصها تحطها في سن. لي جوز اولمبيك باقي لها عام قل كاع ما تسنيش حاجه من طوب. باش نكونوا ما نديروش الوهم. واه جمال بلي باغي يوجد افريقيا ما عمرك تسنى تكون مين كيتوجد على عام اصلا. راه ملي بدات ريو حنا عارفين كنت انا ونروح لفريو كنا كنتناقشوا كنقول لي راه طوكيو حنا ما كاينينش حيت الخدمه ديال كتبدا قبل كتوجد 8 سنين 5 سنوات كتوجد 8 سنين دابا في يومين كنسمعك انت ونروح اللي كتقول لنا طوكيو غنسى وراه ما غنديروا فيها والو. سي فايده اللي لوزيت الباع قال لنا بعد الساعه هذه لا ولكن الدنيا الشامبيون سو بريبار او 8 لا بالنسبه للناسيونال الوضع مختلف. لا ما يقول لنا ولكن بالنسبه للالعاب الاولمبيه حنا كنتبعوا المستوى العالي جدا. شفت هي بطل اولمبي بطل 8 سنين عندنا ماشي ما عندنا مثلا سوفيا البقالي راه مرشح الميداليه بيان سور في 3000 ثم شكون اللي عندك عاوتاني في الاتليتيزم من غير سوفيا البقالي اللي مرشح باش عندك سوفيا البقالي اللي مرشح وعندنا سوفيا البقالي وعندنا البقالي سوفيا البقالي. لا هذا هو هذا هو اللي كاين. لانك باش كتشوف غير كاع عندنا لي زوتخ زاتلي نقولوا رباب عرافي ربما لا حنا كنقولوا اللي مرشح هو اللي زعما حنا راه نتمناو كلهم يروحوا وما نديروش عليه حتى هو لا بريسيون غير في عجاله هضرنا هذا الاستعداد الاولمبي كان قرار ديال ساماجيستي كانوا داروا الرياضه المستوى العالي 33 مليار 33 مليار عرفتي فين وحلو وكانت مراقبه مدير تقني ولا بغا يولي مدرب ولا الناس قلبوا على لي بوست اي باش يتخلصوا حي المدير التقني ما بقاش بغا مدير تقني ما فيهش فلوس باش مدرب مؤطر باش تخلص فراسك لي زاتليت اللي اختاروهم في هذاك المستوى العالي خذوا الفلوس داروا محلبات وداروا ما تلاش بغاو ما سوقوش وخصوا الفلوس لان الجامعات ما قدروش يصرفوا لان علاش كانت واحد المراقبه لان عرفوا المسائل الموارد من جهه فيها واحد متابعه دقيقه والريال كيعرفوا فين غيخرج عطاهم الفلوس ما قدروش يصرفوها قالوا انت صرف واستعد المستوى الاولمبي لا ولكن سي محمد اللي كان في هذيك اللجنه هذه الصفوه دابا حنا كنا في لي جوز اولمبيك كنا في لي 23 مشينا دابا عاوتاني انا كندوي على الفلوس وهذا اللي ربطنا باللي قلت في الاول راه الفلوس ماشي هي كل شيء احنا متفقين لانه كانت 33 مليار تخصات شنو داروا بها؟ داروا اجتماعات عطيونا انتم اللائحه ديالكم الرئيس الجنه هو كمال الحلو وداك الشيء كان عشوائي ما كانش شي رؤيه وشي استراتيجيه وكانوا خصهم يجيو ويريحوا هما اجتمعوا باش يفرقوا الفلوس لا ويعطيو دي سالير اللي في تشوف كاين اللي يسكنوا في الطيارات عطاوهم دي سالير كاينين مسؤولين يسكنوا في الطيارات وراه باقي ساكنين فيهم لدابا المهم حنا من طبيعة الحال هادشي راه هادشي كاين حنا متفقين على هاد النقطة هادي حنا بغينا هذا المسؤول ملي يجي تكون الغيرة شوية راه حنا كنتفرجوا في العاب اولمبيه ولا كاس العالم كيبقى فيك الحال ولكن تشوف النشيد الوطني راه شي حاجه زعما عندها قيمه كبيره وثم اليوم الحضور ديالك راه القوة الاقتصادية ديالك راه كتنعكس في الرياضة اليوم، شوف التصنيف ديال الالعاب ديال الترتيب ديال الالعاب الاولمبية، القوة الاقتصادية الكبرى.